غطوني، انا جسمي بينشر جامد من البرد. انا عليك يا ابني وعلى صواب مضاد الحيوي هدا شويه يا خالتي، كل النيل سخن وبيخطره، فانا عمال اعمل له خمادات. الف سلام عليك يا خالو. مشكله بس في الحراره اللي عماله تطلع وتنزل دي، شكله كده دور برد جامد يا اخويا. ما تعمل حاجه يا سكرينه بدل ما انت قاعد تتفرج كده. انا هعمل ايه يا عم؟ ليه ما انا زعلان برضه وانت بتتفرج؟ انا قتي انا شايف يا عبد الله ان انت تروح المستشفى. وهي يا ابني المستشفى هتعمل ايه اكتر من اللي احنا عاملينه؟ اي مستشفى برضه تعرف اكتر مني ولا ايه؟ شويه كده يا ابني، لو مش ناخده المستشفى. عم محمود. نعم يا هاني. هو عبد الله لسه ما جاش؟ لسه يا هاني. غريبه قوي، عمره ما اتاخر. طب خلاص روح انت. اي عبد الله، انا اسفه معلش، ممكن اكلم عبد الله؟ ايه ماله؟ طمنا يا دكتور حسام. لا بسيطه ان شاء الله. انا الحقنه اللي اديتها له دلوقتي هتنيمه، اهم حاجه الادويه والحقن دي ياخدها في موعدها، والاهم الراحه التامه. يعني مش لازم ننقله المستشفى؟ لا ابدا، الموضوع مش مستدعي خالص. الف سلام عليك. الله يسلمك. متشكرين يا بنتي، تعبناكي معانا. على ايه بس يا طنط؟ ما عملتش غير الواجب. ان شاء الله هيقوم بالسلامه. الله يسلمك. على اذنكم. مع السلامه. على اذنكم. اتفضل. مع السلامه. ما عملتش غير الواجب، ان شاء الله تقوم بالسلامه. شايفه يما؟ البت عايزه تفرسني. قلت لك مليون مره في حاجه بينه وبينها ما صدقتنيش. جرايه نوره في ايه؟ كتر الف خير الست جابت الدكتور لغايه هنا علشان يكشف على جوزك. انت عايزه تجننيني يما؟ هو اي واحد شغال عند واحده يتعب تقوم صاحبه الدكتور في ايديها وجايه تطمن عليه؟ يا بنتي اهدي شويه، احنا في ايه ولا في ايه؟